السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سوف نتحدث عن الديناميك بنت في بلندر. هذا هو أحد نتائج الديناميك بنت، وهو إحداث ويفز أو موجات في هذا البلين. خلينا أولا نبدأ من البداية. هنحذف جميع هذه الأشياء ونضيف بلين سكيل 8، وهذا البلين عبارة عن 4 فيرتكس غير كافي، فإذا هنضيف ممكن عن طريق سب ديفايد و100 وليكن. ثم ده كده عبارة عن بنسميه الكانفاس اللي دايناميك بنت. هنضيف بعد ذلك مونكي هيد أو أي مش روتيت كذلك، وهنذهب مباشرة إلى هذا المكان وهنضيف انزيرت لوكيشن روتيشن عند 200، انزيرت لوكيشن روتيشن. هذا هو عبارة عن كانفاس وهذا عبارة عن البروش. خلينا نعمل بلاي، نجد ان في بنت في ديناميك في البروش في بي في ديناميك بنتنج في هذا الجزء، او يعني ممكن نسميه ان هو عبارة عن طباشير ونرسم على لوح السبور. بعد ذلك ممكن في بعض الاعدادات في بدل من البنت ممكن ديسبليس، فبيحفر كأنه بيحفر في الثلج او الجليد. ممكن نسميها ويت بنتنج، ممكن ويفز ده كأنه سطح الماء، وده كده عبارة عن إحداث ويفز، الجزء الصلب اللي بيحدث ويفز في المياه. بوينت فايف هيكون الويفز أكبر وفي سموث أكتر، ده كده عبارة عن ويفز برضو السموث، إحداث سموث في الويفز. شيفت دي موف تو، هنضيف بلين وهذا البلين عبارة عن أوشن. اخترنا الأوشن من ها هنا. بعد ذلك ممكن نسمي هنا في التايم 22، وهنسمي هذا ممكن أيضا نضيف سب دوبين سيرفيس. هنختار هذا البلين هيكون عبارة عن كانفاس. خلينا كده نشوف اللي بيحصل. هنسميه ويب، ده كده عبارة عن الويفز، أحداث ويفز في الأوشن، ده كده يكون عبارة عن نتيجة الدرس في هذا اليوم، أو إلى اللقاء في درس آخر من دروس ديلي بلندر تيبس أند تريكس.